طيب، مشاركات الناس معانا على السؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة، هل تتوقع حدوث تغييرات على تشكيل الأهلي في مباراة الإنتاج الحربي؟ نروح بسرعة نشوف مشاركات الناس معانا على الشاشة ونشوف الناس بتشاركنا بتقول إيه. نبدأ بآدم محمد علي اللي قال التغيير هو عودة رامي ربيعة بديلا لأيمن أشرف، وممكن يبدأ جونيور أجاية مهاجم ويلعب وليد سليمان من بداية المباراة. وقال التشكيل الشناوي محمد هاني متولي رامي ربيعة، علي معلول ديانج السولية، وليد سليمان أفشة، جيرالدو، جونيور أجاية. جمهور الأهلي واعي وعارف بالظبط النواحي الفنية كويس أوي. نروح بسرعة لمصطفى حمادة وقال ممكن وليد سليمان يلعب مكان جيرالدو. كمان معانا محمود شوكة الحنفي قال أكيد فايلر معودنا على كده، يعني مثلا محمد هاني مش هيبدأ اللقاء وأيمن أشرف إيقاف، يعني رامي أساسي ممكن الشيخ أو سليمان على حساب جيرالدو أو مروان أو أفشة. بصراحة الراجل حيرنا وحير المنافسين، بس السيستم واحد وهو الضغط وتسجيل الأهداف والفوز بالمباراة. كمان ماجد محمد قال ممكن الشيخ وياريت بادجي ياخد فرصة حقيقية. دي كانت مشاركات الناس النهاردة معانا من خلال السؤال على تشكيل الأهلي، ممكن يكون في تغييرات قبل مباراة الإنتاج، لكن الناس الحمد لله مذاكرة الأهلي كويس جدا وعارفة النواحي الفنية بشكل غير طبيعي. عندنا 80 مليون ناقد رياضي عارفين كويس جدا، وناقد فني بيعرفوا كويس جدا في الكورة، وجمهور النادي الأهلي دايما واعي وعارف الكورة كويس. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، وبإذن الله نلتقي على خير في حلقات أخرى قادمة من برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.